بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ مع بعض أول حلقة جدية في العلم، هنتكلم عن إثبات الوجود الإلهي. مبدئيا لازم نعرف أن إثبات الوجود الإلهي له أدلة أكثر من أن تحصى، ولكن علماءنا جمعوا الأدلة دي كلها في أربع تصنيفات أساسية: الأدلة الفطرية والحسية والعقلية والشرعية. مش هنتكلم عنها دلوقتي لأن منهجنا في برنامجنا أن احنا بنخاطب العقل. لما نتكلم عن الأدلة الفطرية هنتكلم عن دلالين بسرعة لأن احنا مش عايزين نفصل فيها كتير. الدليل الأول إحساس الكل إن في قوة عليا متحكمة فيك. إزاي؟ هل أنت فعلاً أنت المتحكم في كل حاجة في حياتك؟ مفيش إنسان عاقل في العالم يقول إن فعلاً أنا المتحكم في كل حاجة في حياتي. ولو اتحدتني في كده بص على أي شعرة في ظهر إيدك وغير لونها دلوقتي. تاني دليل في الأدلة الفطرية حاجة بحب أسميها علم الرضيع. الطفل اول ما بيتولد ما بيكونش فيه اي وسيله للتعلم، لكن بنلاقي ان هو اول ما بيتولد بيكون عنده معلومات معينه على اساسها يقدر يكمل حياته. اول حاجه بيعرف ان التقام ثدي الام بتبقى حاجه كويسه ليه وان على الاساس ده هيتغذى. تاني حاجه بيعرف اليه الامتصاص، المص دي حاجه ما ينفعش اصلا ولد يتولد من غير ما يكون متعلمها. لو جيت تفكر في اليه المص هتلاقيه صعب شويه على الاطفال. الطفل بيحتاج ان هو يضم الشفتين ويستخدم اللسان والفكين في تفريغ الهواء وسحب اللبن من ثدي الام، فدي هتعمل له مشكله كبيره لانه مش متعود على كده. لكن العجيب ان احنا بنلاقي الطفل اول ما بيتولد بيكون عنده القدره دي، فيا ترى اتعلمها من مين؟ تاني حاجه من تصنيفات الادله هي الادله الحسيه. في بعض الاشياء اللي من خلالها بنحس فعلا بالوجود الالهي، زي مثلا استجابه الدعاء. كم واحد فينا كان محتاج حاجه بجد وما كانش عارف يوصل لها ازاي ودعا ولقى الاسباب اتيسرت. على النقيض بنلاقي ان في دليل تاني اسمه نقد العزائم. ممكن تكون في حاجه انت عاوزها فعلا واخد كل الوسائل ومرتب كل الامور علشان توصل لها وفي نفس الوقت ما بتحصلش. مين اللي تدخل في الحاله دي ونقد عزيمتك وفي الحاله التانيه استجاب لدعائك؟ طبعا الدليلين دول في الادله الحسيه دول اللي احنا بنستخدمهم كتير وبنحس بيهم كتير، لكن كمان في عندنا ادله تانيه من الادله الحسيه اللي هي معجزات الانبياء. طبعا ممكن ما يتكلمش عليها دلوقتي لان مفيش انبياء دلوقتي موجودين، لكن اللي كانوا موجودين ايام الانبياء وشافوا المعجزات الحسيه دي وحصلت قدامهم ده بيعتبر دليل بالنسبه لهم. هنتكلم دلوقتي عن الادله العقليه. بالنسبه للادله العقليه، الادله العقليه كتير جدا، لكن هناخد بعضها بترتيب معين علشان نفهمها. اول حاجه معانا في الادله العقليه دليل الايجاد. يعني ايه؟ يعني ببساطه كل حاجه ما كانتش موجوده وبقت موجوده لازم يكون في حد نقلها من العدم للوجود. ما كانش في هنا الشجره دي، مين اللي اوجدها؟ يا جماعه الكتاب ده ما كانش معمول، مين اللي طبعه؟ بكده نعرف ان كل حاجه ما كانتش موجوده وبقت موجوده لازم يكون في حد هو اللي اوجدها. الموجد ده بنفسه اما ان يكون هو نفسه كان في العدم واصبح له وجود فيحتاج هو كمان حد يوجده، واللي اوجده ده هيكون في العدم وكان محتاج لحد يوجده، واللي كان اوجده ده كان في العدم ومحتاج حد يوجده، او ان احنا هنوصل لواحد له الوجود الدائم، هو ما مرش عليه حاله العدم علشان يحتاج لحد يوجده، وهو ده صاحب الوجود الاول، هو ده الاله. طيب في هنا اعتراض بيتوجه لنا بيقول لنا لا كل حاجه موجوده دلوقتي بدات من الانفجار الكبير البيج بانج. هنقول ان ده مش صحيح. الانفجار الكبير ببساطه هو طريقه الوجود مش سبب الوجود. بمعنى لما يكون عندي شويه خشب ومسامير وبعض الادوات اللي بيستخدمها النجار، ما اقدرش اقول ان هي من نفسها كده هتعمل الترابيزه. لازم يكون في شخص هيستخدم الادوات مع الخشب باليه معينه علشان يوصل في الاخر ان هو يدينا الترابيزه. كذلك بالنسبه للكون، ما ينفعش اني اقول ان اليه الكون اللي هي الانفجار الكبير هي سبب الكون. طبيعي لا، مين اللي سبب السبب ده؟ مين اللي وضع هذه الآلية؟ مين اللي استخدم الآلية دي علشان يعمل الكون؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. فاحنا مش بنسأل كيف أوجد الكون، احنا بنسأل من أوجد الكون. طيب هنفترض ان الوجود ده نتج عشوائيا زي ما بعض الناس بتدعي، هل الوجود العشوائي بيكون منظم زي ما احنا شايفين دلوقتي؟ الوجود كله قائم على نظام اعترف به كل العلماء في كل المجالات، لدرجة ان العلوم البشرية كلها قائمة على المعادلات اللي العلماء بيكتشفوها. المعادلات دي هي اللي بني بها الكون. مثلا لما المريض بيروح للطبيب بيقول له ان الاعراض دي نتيجة عن الفيروس الفلاني، والفيروس ده بيتعالج بطريقة الدواء الفلانية بالمواد الفلانية. الخطوات دي خطوات علمية، لو كان الكون ناتج عشوائيا ما كانش هيبقى فيه النظام ده ما بين السبب
ونتيجته. ده دليل ان الكون كله قائم على معادلات بيكتشفها العلم البشري مع الوقت، وبيعترف بها كل علماء الكونيات فيما يسمى بالقوانين الكونية. طيب يعني الوجود اوجد من عدم وتنظم، طيب مين اللي اوجده ومين اللي نظمه؟ مين اللي خرجه من حالة العشوائية للنظام اللي احنا قائمين عليه؟ الدليل الثالث في الادلة العقلية دليل اسمه الاحياء. يعني ايه دليل الاحياء؟ ببساطة جدا، امسك حتة خشبة وبذرة وقول لي ايه الفرق ما بينهم. الفرق الطبيعي انك انت لو الاثنين دفنتهم في الارض، فالمتوقع ان البذرة هي اللي تنبت والخشبة ما بتنبتش. طيب ليه؟ مين اللي وضع في البذرة دي خاصية الحياة والاحياء، ومين اللي نزعها عن الخشبة دي؟ ببساطة لازم يكون في حد صاحب تمييز وادراك ميز البذرة دي بخاصية الاحياء عن الخشبة. طبعا موضوع الإحياء ده فيه قاسمة لأدعياء التطور اللي بيقولوا إن كل الكائنات الحية تطورت من بعض. طيب هنفترض معاكم الأمر ده، مين اللي جعل الخلية الأولى دي كائن حي بعد ما كانت المفروض بحسب كلامكم ميتة؟ العلماء قالوا إن ده مستحيل من الناحية الكيميائية ومن الناحية الرياضية. رابع دليل من أدلة العقلية هي مسألة التكاثر. لو جينا نتكلم عن الخلية الأولى اللي هما بيقولوا نشأت بالصدفة، طيب لو كانت نشأت بالصدفة ورزقت خاصية الحياة بالصدفة، مين اللي وضع فيها خاصية التكاثر ان هي تبتدي تنقسم علشان نوعها يستمر لحد ما يحصل التطور؟ الحاجة دي ما يقدروش يردوا عليها. الدليل الخامس هو دليل التنوع، تنوع الكائنات الحية. اي كائن حي علشان يتطور من نوع لنوع اكثر تعقيدا بيحتاج ان DNA بتاعه، الاحماض النووية بتاعته، يضيف عليها معلومات. مين اللي بيضيف المعلومات دي؟ ما تقوليش ان الكائن الحي ده اللي يدوب مدرك وجوده هيقدر يضيف معلومات في نواة خليته علشان يبقى كائن جديد. الخلاصة ان دي بعض الادلة اللي من خلالها نقدر نثبت يقينا ان في اله او في كائن اعلى هو اللي بيقدر يحدد لنا مين وفين وامتى وليه. الموضوع مش بايدينا، الموضوع مش ارضية بس، الموضوع خارج عن النطاق الكوني. الموضوع لازم من وجود قوة عليا او كائن اعلى، الكائن ده هو اللي متحكم في حياتنا، هو اللي بيضيف لنا المعلومات، هو اللي أوجدنا وأحكم الكون، وهو اللي أحيانا ورزقنا موهبة التكاثر ورزقنا موهبة التنوع. في النهاية ما تنساش تتابع البرنامج كل مرة، تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتتابعنا على صفحة قناة البينة على الفيسبوك وعلى صفحة على بصيرة.